يسعد صباحكم اعزائنا مشاهدي قناه العراقيه الرياضيه ومتابعي فقره خليك فت. فقره اليوم راح تكون عباره عن تمارين احماء تسويها قبل ممارسه اي رياضه قويه او قبل ممارسه اي جهاز رياضي باثقال او دمبلس او حتى تقدرين انت تستفادين من هاي التمارين وانت موجوده بالبيت تسوي حركات مجرد انه تشدين من عضلات وتزيدين من اللياقه البدنيه اللي موجوده بالجسم. يلا ويانا حتى نسوي التمارين. صباحكم اعزائنا مشاهدي قناه العراقيه الرياضيه ومتابعي فقره خليك فت. فقره اليوم راح تكون عباره عن تمارين احماء تسويها قبل ممارسه اي رياضه قويه او قبل ممارسه اي جهاز رياضي باثقال او دمبلس او حتى تقدرين انت تستفادين من هاي التمارين وانت موجوده بالبيت تسوي حركات مجرد انه تشدين من عضلات وتزيدين من اللياقه البدنيه اللي موجوده بالجسم. يلا ويانا حتى نسوي التمارين. وصلت وياكم الى نهاية فقرتي هذا اليوم، اتمنى تكونون حبيتوها، فرفشوا كل يوم، سووا هاي التمارين كل يوم، انتم تستفادون على لياقة بدنية عالية، انتظروني بالفقرات الجاية وان شاء الله بتمارين جديدة.